السلام عليكم. تم البارحة وصول الماكينة العملاقة الحفارة نتاع البورينغ ماشين نتاع مترو الجزائر العاصمة، تم الوصول إلى محطة تاع بوليو أو المحطة تاع المكان الجميل. إذن بعد ما انطلقت من واد السمار، البعض الناس يتساءلوا لماذا المسار نتاع الماكينه هذه شغل المسار شويه معقد، لانه في الاول حطوها في المحطه تاع واد السمار ومشات باتجاه محطه تاع الدار البيضاء، ثم عاودوا ديمونطوها وعاودوا مونطوها في واد السمار ومشاو باتجاه الحراج. وكانت المحطة الثانية بعد واد السمار هي المحطة تاع المكان الجميل اللي البارح تم الوصول إليها. لماذا البعض يعني من الإنسان المنطق المنطق يقول لك لازم نمونطيوها خطرة ونديمونطيوها خطرة، نحطوها في الدار البيضاء ونمشيو للحراج، أو نحطوها في الحراج ونمشيو للدار البيضاء مرة واحدة، خاصة وأن المونتاج والديمونتاج تاعها نتاع الماكينة هذه ياخذ وقت كبير ومعقد. علاش مونطاوها وديمونطاوها زوج مرات؟ نحاوها من واد السمار داوها للدار البيضاء، من بعد عاودوا رجعوها مونطاوها في واد السمار باه ننتقلوا الى الحراج. المشكل هو لسببين. السبب الاول هو المحطات ما كانتش كلها واجده، يعني منتهيه الاشغال فيها، يعني منتهيه الاشغال تاع الهندسه المدنيه ما كانتش كلها واجده. إذا ما نقدروش نبداو من المحطة الأولى ونجو ماشيين حتى المحطة الأخيرة، لأن بعض المحطات في الطريق ما راهيش واجدة من الناحية الهندسة المدنية. المشكل الثاني هو أنه منطقة الحراج هي منطقة منخفضة، والمنطقة تاع بديها من حسن بادي وواد بكان الجميل باب الزوار هي منطقة مرتفعة، وكاين الفرق ما بين يعني في العلو لا دينيفلي سكون أبيل لا دينيفلي هي حوالي 6 أمتار دينيفري ما بين الحراش محطة الحراش والمحطات نتاع باب الزوار ابتداء من مكان الجميل وروح لتلوة السمار. إذا كان فيه انحدار البورينغ ماشين هذه الماكينة، إذا كان تمشي بالاتجاه المعاكس تاع الانحدار، يعني تمشي من تحت ورايحة للفوق، راح تستهلك طاقة كبيرة، طاقة يعني الطاقة تاع الكهربائية وكذلك الطاقة نتاع البنزين تستعمل الوقود تاعها، تستهلك وقود كبير لانها راح تحفر وزائد تطلع تمشي في هي نفس الشيء كما القطار، لانها عندها رايات، الرايه تمشي فوق الرايات، والقطار ما يقدرش اذا كان الانحدار كبير يطلع بصعوبه، فيه طاقه يستهلك طاقه كبيره باه يطلع. إذا الأسهل هو أن الماكينة هذه تخدم دائما من المنطقة العالية باتجاه المنطقة السفلى باش تمشي مليح وتحفر مليح وتسرع في العملية. إذا بما أنه بعض المحطات ما كانتش يعني مفروض علينا نمشوا من الحراش، نمشوا من الدار البيضاء باتجاه الحراش، لازم هذا الاتجاه لازم نمشيو من الدار البيضاء باتجاه الحراش، لان الحراش منخفضه اذا حبينا نديروا مسار واحد. لكن المشكل الثاني هو بعض المحطات ماهيش مكتمله من حيث الاشغال، ما نقدرش نمشي ونمشي محطه محطه حتى ننتهي. اذا الحل الامثل هو اننا نديروا زوج مسارات، كاين مسار نتاع المنطقه اللي فيها كاع المحطات نفس المستوى، في نفس المستوى ابتداء من واد السمار وروح حتى للدار البيضاء، النيفو هو نفسه من ناحيه الانحدار. وثانيا انه المحطات من هذيك الجهه باه ننطلق من الدار البيضاء ونروح للحراش في مسار واحد غير ممكن، لان المحطه تاع الدار البيضاء ما كانش واجده الاشغال نتاعها، اذا ما كانش ممكن نديروا مسار واحد. اذا وجب علينا ان ننطلق من واد السمار نروح باتجاه المطار، يعني كي تنطلق من واد السمار ما تجي تلحق للمطار، المطار تكون محطه تكون انتهت الاشغال بها. اذا هذه هي المسار الاول. والمسار الثاني هو من واد السمار، ابتداء من واد السمار ونروح باتجاه الحراش اللي هي منطقه منخفضه.
إذن هذه هي الأسباب اللي أدت بنا إلى اختيار زوج مسارين وتركيبها مرتين ويعني ديمونتيلمون تاعها مرتين بسبب هذه المشاكل نتاع الانحدار. والسبب الثاني هو أن المحطات ماهيش كلها الأشغال منتهية بها. إذن هذا هو نتمنى تكونوا فهمتوني، فهمت يعني الشرح ديالي هذا. اترككم في رعاية الله وحفظه، ونخليكم تتابعوا الفيديو، نعاود نشوفوا الفيديو تاع وصول الماكينة إلى محطة المكان الجميل، المحطة الثانية بعد واتسمار، في المسار الثاني باتجاهها نحو محطة الحراش. إذن والسلام عليكم.